قبض. طبعا هذا هلا والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اليوم الثاني في الرياض، جايين نحضر إيفنت باسم شجرة السلام، طبعا في حديقة السلام، فأنا أخذكم جولة إن شاء الله، وبعد إن شاء الله في الليل رحلتنا. طبعا هنا في قسم خاص بالطيور زي الببغانات والى اخره، الدخول ب 30 ريال للشخص الواحد. طبعا هذا مسار على محاذاة البحيرة، في بحيرة قدام، وهنا على اليمين في ألعاب أطفال إلى آخره. حديقة جدا كبيرة، ومع الإيفنت يعني طوروها وصارت أجمل بكثير من اللي شفت الصور في خريطة جوجل إلى آخره. طبعا هنا في بوابة خاصة بالزهور، وأيضا في المجسمات هذه. طبعا الدخول للعوائل والشباب، كل فئات المجتمع بإمكانهم الدخول هنا. وهنا البحيرة. ما شاء الله تعامل المنظمين جدا روعة، يعني الشخص هذا ما شاء الله يرحب بالزوار بكل اللغات، بالعربي بالانجليزي، صراحة يعني في توجه جدا جميل ترحب بالزوار سواء الداخليين او الخارجيين. وايضا يعني سألناه كم سؤال، ما شاء الله يعني ما قصر معانا. ان شاء الله بنحاول نركب القوارب هذه، فنشوف كيف الترتيب. هنا زاوية ثانية للبحيرة، كل زاوية لها إطلالة. طيب أخذنا التذكرة زي ما انتم شايفين، قيمة الإجمالية 11.50 هللة، بس احنا شخصين، لكن اضطرينا ناخذ 3 تذاكر، اتوقع اقل شيء 3 اشخاص عشان نركب هالقوارب. يا هلا يا هلا. شايفين؟ طيب ايش قاعدين نسوي؟ ركبنا هالقوارب في هالبحيرة. طبعا شهيد نكبته انا في البداية، بس بعدين حزنت عليه والله، حطيت رجل على رجل هنا، والمسكين يسوق ويوجه. كل شيء عليه تمام، يعني رحلة الرياض، الرحلة هذه برعاية شهيد. تبي لف 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 لف. اوه بنصدم بنصدم بنصدم، حادث حادث على الطاير يا ولد، لف يمين. طيب انت من رايح؟ ايوه ايوه، هدي هدي كذا، حيروح. اصبر اصبر اصبر، لا طب لوف انت، انا لفيت اخر شيء، بس انت حرك. ايوه يا سلام، لازم لازم في اي مكان تيجي، في اي دوله، في اي مدينه تسافر لها، لازم تسوي شيء مميز زي اللي قاعدين نسوي. والله احس الطار هذه ما تشتغل. يلا على قدام. هنا الانقاذ، ايوه هذا الرجال بيساعدنا الان، التدخل السريع. يا سلام يا سلام يا سلام. طبعا في الرجال هذا بالقارب، في عنده الماطور كل شيء. اما رقم 8 احنا 7 لسه ما خلص وقتنا. المهم بصراحه منظر جميل. ابا ابا ابا. طبعا هذا والله اكشن على السريع. طبعا كل قارب مرقم زي كذا، فاذا خلص وقتك يقول لك يلا ارجع مدير، فحلو صراحه. اوكي، خاصة اذا عندك عائلة، والله الجو مرة احلى شيء، انه خلاص للجميع، مو بس عوائل، عادة مع عوائل وكذا لا، طبعا اغلبهم عوائل للامانة، اغلبهم هنا عوائل، فاذا عندك عائلة مرة ضروري تزور المكان هذا، واذا انت شاب برضو عادي، انجوي زي ما احنا قاعدين ننبسط. صراحة تجربة جدا جميلة، حديقة السلام في الرياض. اسم الفعالية شجرة السلام، طبعا من ضمن فعاليات موسم الرياض. الدخول كان مجاني،
بس القارب لازم تاخذ اقل شيء 3 تذاكر بكم؟ 35 ريال. شوف شو المويه اللي تدخل هنا، بس عادي تدخل وتخرج على طول. بسم الله حبيبي على المطار رجولي مع والله مسكين راح فيها طول الوقت هو اللي سايق القارب. طبعا الحديقة كل زاوية لها إطلالة مختلفة وتصميم مختلف. طبعا الأشياء الجميلة إنه في مصلى هنا ونفس الوقت في مواضي هنا. أنا قاعد أحاول أخفض الإضاءة عشان يطلع التصوير واضح. طبعا لما تخلص المشي حوالين البحيرة في عندك المسار هذا، المسار هذا تطلع طلوع. شوف هنا الشارع العام، بعدين هنا مسار المشي، بعدين هنا البحيرة. طيب كذا وصلنا نهاية التل. تمام شوف بالله شوف المنظر كيف كذا حوالينا، جدا جميل، منظر جدا جميل وتصميم الحديقة ولا أروع. طيب تقريبا القسم هذا قسم المطاعم. طبعا هنا كل أنواع الكافيهات بتلاقونها هنا كلها، محلات الكافيهات والحلا. طبعا في شغلة وشهيد انزعج من الشغلة هذه، إنه إيش الدفع عن طريق الموقع، موقع تبع التذاكر، يعني ما اقدر اشتري شيء من هنا. فان شاء الله يحلون المشكله هذه. ونفس الوقت في حرص، في موظفات شغلهم بس يبغون يعرفون مدى رضاك عن الخدمات والى اخره، زي الاستبيان. هذا شيء جميل، يعني هذا دليل انهم حريصين جدا في تقديم افضل الخدمات للزوار. وبعد ما تفرفر وكل شيء تجي تاكل اكيد. فهنا الأقسام هذه كلها أقسام المطاعم. كذا خلاص احنا خارجين. طبعا المكان جدا كبير وفي فعاليات مرة كثيرة تنبسطون. طبعا أكثر شيء يحمس انك انت تزور المكان هذا انه الدخول مجاني، اذا برسوم ممكن لا، والله ما ادري اذا برسوم، والله انا ما بدخل. وكل على ميزانيته، يعني انا ما اقول لك انت لا تروح، روح ادفع مليون ان شاء الله ما دام انت قادر. طيب انا الان على سرعة 130 ما شاء الله، صوت الهواء ما في غير كذا. شوفوا عين القطب صراحة، عزل خارجي أرضي رساوة نعومة كذا.